الرئيس عبد الفتاح السيسي يسلم دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، أو يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان تحت هذا العنوان. كتبت الصحيفة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستواصل تعزيز التعاون المشترك مع السودان على مختلف الأصعدة في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، مشيرا إلى دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد امتدادا للأمن القومي المصري. واستقبل الرئيس المصري النائب الأول للرئيس وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله غوش بحضور كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل وسفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم.